السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ محمد. نعم. كيف حالكم حفظكم الله يا شيخ؟ أي أيوة ولله الحمد. مثلا يا شيخ الله يحفظك. نعم. رجل توفي يا شيخ فصنع أهله له طعاما ودعوا إليه الناس، فما حكم حضور هذه الوليمة يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يعني صنعوا بعد موته. صنعوا بعد موته. نعم. هذه الوليمة قال عنها جرير بن عبد الله البجلي: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، والنياحة محرمة، فلا يجوز لأهل الميت أن يفعلوا ذلك. والذهاب إليه يا شيخ أحسن الله إليك لا يجوز.